ابغى انا اسوي الطياره ويوم كامل بالطياره وما اقدر اصور فلوس شو اسوي؟ قلت لهم الا تحطوني قدام شباك حتى اقدر اصور لحبايبي. اعيشكم افضل 10 اغاني الي. رقم 10 غزال من عادل ابراهيم. حبك غزل وجنون حبي معك مضمون. هاي الاغنيه من اسمعها بيها نبرة عود الملحن يخليني هيك ادخل بلوفة بزاوية بحلم اكو فتشي يخليني اسرح بيها اتخبط. مرتبة التاسعة ام عروبة الغالية المتألقة الناجحة العالية الصاعدة ساندرا ساهي اغنيتها كوكونات. اشوفها اغنية كلش حلوة، الكليب كلش حلو، الكلمات ولان شفت شلون صوروها وشلون سجلوا صوتها ممكن تعلقت شوية بهاي الاغنية فدخلت بالمرتبة التاسعة بهذا التشجل. المرتبة الثامنة You Got It Bad من أشهر. بدور مراهقة مالت الاغاني مالت كانت كلش مشهورة وهو شجعنا نتعلم شلون نرقص وندور بينات ونرقص ويا انا وهاي كنا ساسرين. كل شيء مركز على صوته والاغنيه المعنى مالتها كلش حلو ما فاهم لحد اليوم بس اتصور حلو. بهذا السلسل لازم نحط اغاني قديمه. والمرتبه السابعه حطت فرانك سيناترا Fly Me to the Moon يعني وصلني للقمر. Fly me to the moon let me play. الاغنيه رومانسيه، الاغنيه تذكرني بنيويورك، تذكرني بالاجواء الافلام القديمه الامريكيه، واحيانا هيك من اقعد اقلطص خيار بالبيت يعجبني يجي اسمع الاغنيه. مو انت متقلطص خيار يعني انت تذبحه، واذا تذبحه وهو يتوتر يطلع شويه مو طيب. المرتبه السادسه من اكثر الاغاني السامعها بحياتي كروج بارتيغي من لافوي رابر فرنسي. Quand je partirai ne venez pas pleurer sur ma tombe combien sont sincères combien de drames de vraies galères combien de faux frères. الاغنيه نزلها ورا ما نزل هواي البومات والمعنى مالتها انه من اروح من ارحل من اموت شنو راح يصير شنو اشياء تتغير بحياه اصدقائي بحياه اهلي. والكلمات كلش كلش قويه ومؤثره واللحن مالتها حلو. بالمرتبه الخامسه لازم قصه حب، لازم بيونسي وجيزي بسياره ايش طالعين. Look for me young me cruising down the west side highway doing what we like to do. هالأغنية بالنسبة لي مثل للكابل اللي يوم من الأيام اللي أرد أعيش قصة الحب اللي أريد أدخل بيها ويا حبيبتي يوم من الأيام. القوة إنه اثنين سوا شو ما يصير حلوة وقديمة وما تعتق مثل العالم بالأصبع مال حمام. كاظم الساهر يجي بالمرتبة الرابعة بأغنية عيد العشاق. هذه فاتنتي عيد العشاق أتصور هي الأغنية اللي تجمع كل خبرة كاظم الساهر وكل الأنواع من الأغاني مالته تدمجهم وحطهم بأغنية واحدة. الكليب رائع، إذا أمسح كل أغانية وأبقي واحدة فهي غاية. وأنت كاظم يا فلوق من الفلوقات يعجبك. مرتبة ثالثة هي أغنية Ride With You من جو. هاي الأغنية كل شو هاي سامعها. هاي الأغنية أسمعها من أكون بأسوق طريق طويل او من اكون بطياره او استوني واصل للسفره مالتي او اكون ويا اصدقاء وراح نبدي شيء جديد مغامره حلوه. رايد ويز يو اسوق وياك انا وياك خلينا كلنا سوا ننطلق الى النجوم. المرتبه الثانيه ذا ويكند اي فيل ات كومينج. اخترت هاي الاغنيه مرتبه ثانيه لان اتصور هو كفنان كل شوي اسمع له فيستحق انه يكون بمرتبة ثانية. تسمع الصبح حتى تدخلون بمود بسلام بهدوء. وبالمرتبة الأولى الحبيب القلب المبدع ماجد المهندس. تناديك رغبة المقابيل من الأرض وانت بالمجرة. تناديك شو احكي عن هاي الأغنية؟ تناديك ماكو أي كلمة توصف هاي الأغنية ولو ما افتهم ولا كلمة منها بس الحانها صوتها شخصيتها. انا هذا الانسان مغرم بفنه. اتصور هو بالمرتبة الاولى لان اكثر فنان اسمع له صبح وليل ونهار ويستاهل المرتبة الاولى لان هم الفنانين اللي صار ثلاث سنوات ينزل قنابل واحدة ورا الثانية ماكو اغنية ما ناجحة. حبايب وصلنا لنهاية الفلوق واتمنى انو سمعتوا شيء انا ما ادري. الرسالة من هذا الفلوق اقول له ما يعوفكم لو شو ما يصير بالجو لو بالماي انا وياكم. اعطوني رايكم بهذا الفلوق احبكم وانت عليكم. هذا الفلوق راح ينتهي بالجو.